احنا كنا النهارده متوعدين انه القرعه هتطلع الصبح، ففضلنا مستنيين الصبح يوم 21، دخلنا في 22، الميلاد اتبعتت ما اتبعتتش، طب احنا مستنيين، طب واقفين كلنا على اشابرنا، على اشابرنا يعني على رجلينا كده من فوق. فاهلا وسهلا بحضراتكم، مصر مش تصنيف اول، احنا تصنيف تاني، خلاص انتهت القصه، انتهت. بس هو الامانه هو جيم، وجيم من او لعبه من الالعاب اللي اكيد حضراتكم فاهمينها او مستوعبينها او فاهمين ظروفها. هحكي لكم الكواليس بالكامل. المفروض انه كان في تصنيف طلع، التصنيف ده احنا طلعنا فيه تاني ومن كام يوم، وبعدين اشتغلنا عليه زميلنا واصدقائنا الاعزاء احمد شريف وحسام حسن ومهندس ايهاب الهيطه ومهندس هاني ابو ريده، اشتغلوا على انه يعملوا تصنيف جديد. الثلاثه الاولانيين ليهم دور في موضوع التوقيت بتاع الاعلان بتاع التصنيف الجديد، والاخير اللي هو المهندس هاني ابو ريده هو اللي كان له الدور الاكبر في تحريك الفيفا وارسال الشكوى. طيب احنا النهارده كلنا كنا مستنيين ان مصر تبقى تصنيف اول، الحقيقه بما فيه مقدم البرنامج يمكن قلنا لحضراتكم، انا مش هغير قناعاتي ومش هغير طريقتي ومش هغير الكلام اللي انا قلته، لانه الكلام ده متسجل عند ربنا قبل الكل، عند ربنا قبل الكل، ومتسجل في البرنامج. فانا مش هينفع اكون في الحلقه اللي فاتت، انا فاكر كويس قوي انا قلت للكابتن محمود فايز مدرب المنتخب، مدرب المساعد لمستر هيكتور كوبر، قلت له نصا لا اجد عيبا على الاطلاق في اني اشكر المهندس هاني ابو ريده على مجهوده مع مجموعه الشباب اللي انا ذكرت اسمها، ونصا قلت كده، حتى ولو جه يوم 21 او 22 قبل القرعه وما حصلش انه مصر بقت تصنيف اول، فمش هنغير كلامنا، لانه كتر خير الناس اشتغلت. مش هغير كلامي على فكره، هو نفس الكلام اللي انا قلته، رغم الموقف اللي البعض قد يتخيله انه شخصي ضد المهندس هاني ابو ريده، ورغم انه النهارده كل الناس بتكلمني بقى طيب اهو ما طلعش بقى النهارده انتقد والنهارده اقول، بس الحقيقه هو اصله الموضوع يعني كلامكم بصراحه شويه، الانتقاد شهوه. انا صريح يعني لو فكره انه تطلع تنتقد حد دي حاجه يعني لو انت ما حطيتهاش في اطارها الطبيعي يبقى انت مجرور مشدود مسحوب. فانا هنتقد الراجل ليه؟ يعني هنتقد الراجل انتقدته قبل كده عشان طلع تصريحات وكانت غير صحيحه على الاطلاق. لو تفتكر قبل التصنيف الاولاني قال لك احنا تصنيف اول وما عملهاش وما عرفش، وانتقدت وقلت انت ما ينفعش تبقى مسؤول داخل الاتحاد الدولي والكاف وتقول كلام وانت مش عارف اصلا التصنيف بيتعمل ازاي، انتقدته انتقاد واضح وصريح. انما وهو ده السؤال اللي انا بساله لحضراتكم، اما وان الراجل اشتغل، وهحكي لكم الكومبينه اتعملت ازاي بالكواليس، وقسما بالله الامر بعيد كل البعد، بعيد كل البعد عن اي تفاصيل ممكن قد يتخيلها البعض. انا اصلا يعني برضه عشان حضراتكم تبقوا عارفين ما بكلمش مهندس هاني بريده ولا هو بيكلمني، وفي ما بيننا وبين بعض كلام كتير قوي، وعشان برضه حضراتكم تبقوا فاهمين القصه يعني، وحقيقي وقت برضه اسرد لكم شويه تفاصيل. بس بيبقى في عندك النهارده المفروض كان هيطلع التصنيف بتاع الفيفا واحنا نبقى اول. ست دول افريقيه سجلت اعتراضها بالكامل على موضوع التصنيف، ست دول افريقيه بالكامل سجلت اعتراضها، وارسلوا لده النهارده لما كانوا قاعدين في الفيفا علشان بحث الشكوى المصريه اللي قدمت من الاتحاد المصري لكره القدم بضغط من المهندس هاني ابو ريده. اللي حصل انه الست دول والفيفا قاعد لقى انه رصد انه الناس كلها معترضه. والحقيقه هنا برضه عشان هبقى اقول لكم الموضوع بالنسبه لنا مش فارق، الست دول الافريقيه دولت ليهم دور قوي جدا في الانتخابات المقبله في المكتبين التنفيذي الدولي والافريقي. ماشي كده؟ مهندس هاني ابو ريده هو ممثل مصر باختصار شديد داخل الفيفا، وبياخدها بقاله سنين كتيره جدا جدا بالتزكيه. فقدامه حاجه من الاثنين، يدخل معركه خسرانه، والمعركه ديت هيبقى قدام الدول كلها اللي رافضه، وان كان انا قلت لحضراتكم كده قبل كده،
والست دول دول مش بس رفضوا، هم هددوا بمقاطعة القرعة اللي هتقام عصر الجمعة في القاهرة. وكان هناك نية، وأنا مسؤول عن الكلام اللي أنا بقوله، داخل الاتحاد الدولي لتأجيل القرعة خوفا من تصاعد الأزمة ونجاح المنتخبات ديت في استقطاب عدد أكبر قد تشكل أزمة بالنسبة ليهم في الوقت ده. ماشي كده؟ ماشي. وان سان بريدا كان سند على مين؟ كان سند على عيسى حياته وباعه. في حد يقول لكم الكواليس اللي انا بقولها لكم دي؟ انا بجيب لكم من الاخر. على المستوى الداخلي احنا رصدنا لكم المجهود اللي الراجل قام بيه واللي بذله، بس اكتر من كده تحرك كان هيفقد منصبه. وهنا الناس هتقول لك منصبه هيفقده، طب هو منصبه هيفقده وده حاجه ليه هي خاصه ولا حاجه هترجع بالبلد؟ طب ما كان يحط نفسه في الصراع ده ويوصل معاه لحد النهايه، وبالتالي يكسب يخسر اهو في النهايه هيطلع الراجل حارب لبلده لحد اخر قطره، او لا هو كده صح قد نستفيد منه بعد كده. كلها هنا اوجه نظر تستحق البحث بعنايه واهتمام. لكن المشهد اللي انا بقوله لحضراتكم هو بالكواليس انه في ست دول ضغطت وبقوة وهددت بمقاطعة القرعة اللي تقام في القاهرة يوم الجمعة، وكان كلامهم واضح وصريح، مش هنبقى موجودين وفي تصنيف اتعمل واحنا متمسكين بالتصنيف ده وليس هناك اي داعي من التصنيف اللي حصل.